مساء الفل. النهارده هنتكلم عن اعلان الفيلم المنتظر، وهو فيلم تاج لتامر حسني. التريلر لسه نازل من شويتين كده حلوين، والاعلان حلو، هنتكلم فيه بشويه تفاصيل كده. اول حاجه طبعا احنا ما بنقولش راينا في الفيلم بالاعلان، ولكن الاعلان بيديك شويه حاجات بسيطه. مبدئيا ترتيب الاعلان، يعني الشوتس، طبعا مش بتكلم تكنيكال، يعني مش بقولك مثلا ايه الميديم شوت ما ينفعش بعديه ميديم تاني، لازم كلوز شوت والكلام ده، مش بكلمك فني، ولكن بتكلم كده بالبلدي. احنا ابتديناها الانترودكشن حلوة، ان انت تقول ان هو عنده كذا كذا وعنده خارق وكذا وكوميديا كوميديا، بعد كده نهيناها بحتة اكشن غموض غموض، اللي هو انت متعرفش الدنيا ايه. ليه نرجع تاني كوميدي؟ يعني احنا رجعنا تاني كوميدي عشان نقفل كوميدي. انا من وجهة نظري دي ما كانتش موفقة قوي كمشاهد. ان انت تحط ميوزك من اغنية معروفة عالمية، بحس برضو ان انت ملكش السيجنتشر بتاعك للتريلر، يعني ما ينفعش حط اغنية عالمية، دي حاجة تانية. واحد بالنسبة لي من افضل التريلرز اللي شفتها في حياتي كفيلم مصري، لو تفتكروا اعلان فيلم الفرح، ملوش حل، عبارة عن شوتس، وكان برضو واخد مقطوعة عالمية بس معمولة بشكل، يا جماعة اللي مسنكها عالمية. ده من ناحية التريلر. نيجي بقى للفيلم والمشاهد اللي فيه. مبدئيا تحية كبيرة لتامر، كبيرة، انه بيحاول يعمل حاجة مختلفة، طلع برا السياق بتاع افلام الحب والغرام فقط، حط لي فيها حاجة جديدة. الفيلم فيه حاجة جديدة، انه فيه بطل خارق، وده هيبقى صعب على فكرة لفيلم زي الرجل العناب، بما انه هيبقى سوبر هيرو برضو، انك لازم تعلي على اللي احنا هنشوفه ده، ان اللي احنا شفناه هيبقى حاجة قوية جدا كفي اف اكس جرافيكس. يعني وجهة نظري كان فيه بس حاجة، كنا المفروض على حد ما انا فاهم القصة ان هما فيه اخين توأم، ما بانش قوي الفكرة، ودي كانت لازم تبان في الاول، ما اعرفش يعني، دي حسيتها برضو كانت لازم تبان، ولكن طبعا كل واحد ليه فيجن وكل الاحترام لكل الناس. فكرة ان احنا عرفنا مثلا بشكل غير مباشر ليه البدلة بتاعت تامر حسني بالشكل ده، مش حاجة واو يعني، عرفناها بشكل غير مباشر فحلوة ماشي. في كام افيه لذيذ، اخاف بس من حاجة واحدة، وهو الافيهات القديمة، حسيت بشوية كوميدي قديمة، حتة دينا الشربين بحوال وتقع والحاجات دي، يعني حاجات نوعا ما مش هتجيب صريخ ضحك يعني، ولكن الحاجات التانية لا حلوة. مشهد المشهد بتاع الكوبري ده في اخر الفيلم خالص، ده انا كان نفسي ننهي بيه، تك 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 وانهي، والناس بتقع من فوق الكوبري وانهي خلاص، بلاك سكرين وخلاص، انت ابتديت كوميدي اوريدي وبتعب بتحكي في كذا حاجه، حلو حلو، وجانب الشر في الاخر غامض، انت مش عارف ايه الدنيا، فحلو، انت عملت بالانس بين الاثنين، يعني كاعلان في كل حاجه، في كوميديا وفي اكشن وفي جرافيكس وفي كمان غموض، لانك مش عارف القصه. ما حرق لهاكش يعني يا جدعان، مش ممكن، انا ما حرقلهاكش يعني. في شويه كلام خدوا بالكم الصعوبه، ان انا بتكلم فاهمين وان تيك خلاص، ففي حاجات بهنج يعني، ممكن بقي يتشل وانا بتكلم، ولكن الاعلام مبشر. الشغل الجرافيكس اكتر واحسن مما توقعت، بسبب انه البوستر خلاني ايه امسك قلبي، امسك اللوجو فاهمين يعني، خلاص بقى خلينا نشوف فيلم، هندخله اكيد وهنقول رأينا. انا اصلا دلوقتي رايح اتفرج على بيت الروبي، خدوا بقى المفاجأة يعني. فالنهاردة بالليل انتظروا فيديو مصيبة ممكن ينهي حياة البيج كلها، او فيلم طلع وحش. طبعا لو الفيلم طلع حلو والمنتجين والناس دي ايه يقول لك الله وجميل ويعملوا لي شير وكده، لو طلع ان انا بتكلم واقول فيه سلبيات
بلاقي الكلام يعني وطريقه مش حلوه، ولكن يا جماعه يعني انا اكتر واحد، مش هقول لكم اكتر واحد، مش عايز اعمم، ولكن انا من اكتر الناس المحترمه على السوشيال ميديا اللي بنتقد باحترام وبموضوعيه، مش بنتقد عشان بحب فلان فراح ادي في التاني، لا. عموما الاعلان حلو في حاجات، ويعني ما كانش قوي قوي في حاجات، ولكن انا متفائل بالفيلم. السيناريو والحوار بيحط لود على تامر بما ان هو اللي كتب السكريبت، انه جيب لنا حاجه جديده. انا قشطه، ما عنديش مشكله ان انا ما اضحكش، عادي جدا، بس ما تجيبليش كوميديا ما تضحكنيش. بمعنى ايه؟ لو الفيلم ما فيهوش كوميديا تمام، وريني جرافيكس حلو تمام، لكن ما تجيبليش افيهات قديمه ومطالب ان اضحك عليها واسميها كوميديا. صريح، محدش يزعل مني، ولكن الفيلم واضح انه هيجيب ايرادات قويه جدا، فيلم واضح انه هيعمل شغل حلو قوي. اتمنى كل التوفيق لكل فريق العمل، لانه واضح فيه مجهود مبذول قوي، وتحديدا من تامر على فكره يا جماعه، لانه حتى لو في جرافيكس وكده، ولكن لازم يكون في قوه بدنيه وليونه حركيه كبيره لتامر، بحييه عليها جدا، وبحييه ان هو بيشتغل على نفسه. تامر من الفنانين اللي بيشتغلوا على نفسهم كتير. ولما ندخل الفيلم هقول لكم رايي، وهقول لكم بقى نصيحتي في الفيلم اللي بعد كده، محدش يزعل. ماشي؟ عشان في ناس زعلت من الفيديو بتاع امبارح، وفي ناس فرحت برضو، ولكن ادينا بنشوف. ده اللي كان عندي النهارده، قولوا لي ايه رايكم في الاعلان. اشوفكم في فيديو جديد النهارده بالليل. سلام.